بمناسبة شهر رمضان المبارك، تدعوكم دوزام لمشاهدة الليلة القرآنية والتعرف على المؤهلين ذكورا وإناثا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قراءتك قراءة طيبة ما شاء الله. قل إن تخفوا ما في صدوركم تبدوه يعلمه الله. بارك الله فيك وزادك الله إن شاء الله حسنا وتوفيقا. وما للظالمين من أنصار. نسأل الله لك التوفيق والسداد. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. صدق الله العظيم. مواهب في تجويد القرآن الكريم، البرايم الثاني الجمعة مساء على دوزام. رمضان كريم.